وقالوا يحرمون له يحرمون أكل قضيب التيس. تو إيش الحصوصين؟ تو أنت تتكلم عن مدرسة فقهية لها علماء وأئمة وتاريخ وتذكر قضيب التيس؟ استحن زين، إحنا كلامنا يذكر. تو أنت محطيت لك ذبيحة، محطيت ذبيحة بكل تفاصيلها، بس نسيت خاص القضيب. ترى الإبراهيم حط طائفة ذبيحة وجالسين يأكل وتنزهوا عن هذاك، وهذا ما عجب إنه مغتار، كيف ما يأكل قضيب التيس؟ يا الشيخ سعيد بن حمد الحارثي الله يرحمه يوم ذكر له هذا الكلام قال كان واجد غايظ، إنه خلينا حلة، خلينا حلة، إحنا بناكل الباقي. وإلا ما معنى إنك أنت تذم؟ عد ما لقيت شيء البر إلا هذه. ويقول ويعتقدون ببعثة نبي في آخر الزمان من العجم، واحد أعجمي يكون رسول بيطلع آخر الزمان. وين ذا؟ وين ذا الكلام؟ أنت وين جاي في الكلام؟ ويجيزون زواج الرجل بالرجل. شوف العجل الشيخ سعيد بن حمد الله نفسه يخبر، يقول سنة مرة سافر مكان وبشيء يمسه الشيخ، وكان شامي كذا، واحد من أهل الشام يتشوه 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 مركز فيه كثير. خلاف قال له الشام، يقول للشيخ قال أسألك سؤالا، قال تفضل، قال هل صحيح أنكم تجيزوا زواج الرجل بالرجل؟ قال له يقول له ما نفعك ما نفعك، يقول له يقول له ما نفعك ما نفعك، خلاها على المتقدمة يعني، خلاها على المتقدمة. رجل شيبة ويقول وتسأل السؤال استحي. حصل شيخ هذا من طرائفه، هذا كما يذكر، كما يذكر أنه في المطار مرة في إحدى الدول جالسين يفتشون، فعاد هذاك اللي يفتش يقول لا شيء سكريت بعمامة الشيخ وبالحيته وهيئته، يسأله شيء سكريت؟ قال له هالمرة ما جاء منها. يقول له يقول له ما جاء من هذه المرة، يقول اسمح لي.